كنبدا انا حتى كينعسوا الاولاد مع ديك 11 الليل ولا 12 وما كنسالي حتى لديك 5 الصباح 6. وفي الحقيقه كان اصرار الوالد ديالي الله يرحمه هو كتبها في العقد، قال على ان تتم دراستها. حتى انا في يوم من الايام كنت طالبه في المدرج، والان استاذه كيتخرجوا على يدي مجموعه ديال بحلم بسيط. هي تجربه راه ماشي سهله، لان وليسمح لي الزملاء، لان في الاول كنت جيت باش نقدم كرئيسة شعبة، كلشي كيتلفش كيقول لك كيفاش أستاذة العماري، والله يهديك أستاذة، وحنا دابا الأساتذة. واخا قلت لهم صافي، قلت لهم لا أنا بغيت نكون رئيسة شعبة، لما لا؟ شنو الفرق بيني وبينكم؟ تحية طيبة للأستاذة إنصاف، أستاذة جميلة العماري، أستاذة التعليم العالي بكلية الحقوق بطنجة. عندي 3 الوليدات، سلمان، عبد الرحمن، فاطمة الزهراء. تدرجت في مسؤوليات متنوعة، كانت أولها هي رئاسة شعبة، شعبة القانون الخاص بكلية الحقوق بطنجة، ثم رئيسة لجنة المالية بمجلس العمالة طنجة تطوان، أيضا رئيسة أو مديرة الموارد البشرية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي من 2013 حتى 2019، أيضا مكلفة بمهمة في رئاسة الحكومة ملف التربية والتكوين الشق القانوني منه من 2019 حتى 2021، وأيضا على المستوى الجمعوي رئيسة مركز محيط للدراسات والأبحاث يعني في جميع الحقول. من مواليد مدينة الدار البيضاء، ودرست في المدرسة العمومية أبا عن جد، احنا من أسرة تعليمية أبا عن جد، الوالد كان رجل تعليم، كان مدير مؤسسة تعليمية، وجدي كذلك كان عنده الكتاب، وبالتالي فإلا بغيتي تقولي تشربنا وحبينا المهنة ديال التعليم. وكنت كنحلم دائما أنني نكون امرأة تعليم، وبالفعل غير هو بالنسبة للتخصص ديال القانون أنا خرقت فيه القواعد ديال الأسرة، لأن الوالد كان كيأكد عليا أنني نمشي للعلوم الشرعية، ولكن أنا كانت أول كذبة غادي نكذبها خطير على الوالد هي في هاد، فرسلني باش نتسجل في كلية هذا في التخصص ديال العلوم الشرعية، وبلا ما نستشر معاه مشيت تسجلت في كلية الحقوق. ولما رجعت قال لي شنو عملتي، قلت له راه انا راه ما لقيتش، راه صافي سدو يعني ما بقوش باغيين الناس ديال العلوم الشرعية، ولقيت راسي ما لقيت ما ندير، غادي نمشي لكلية الحقوق. والوالد الله يرحمه في هذا النهار هذا اللي هو زرع فينا العديد من الخصال، التضحية والعفة والصدق، وبالتالي فحاولنا على أننا نطبقوا شي شوية من يعني بعض الخصال الحميدة اللي هي كان كيتحلى بها. ونقول لك واحد المسألة، الوالد ديالي راه كان كيفرق بالفعل، ولكن بالعكس كان كيعطي القيمة للبنات أكثر من الأولاد. علاش؟ لأنه كيقول لك على أن البنت هي محتاجة للرعاية، وكان كيأكد على أننا نتموا الدراسة ديالتنا وعلى أننا نكونوا حاضرين وناجحين، باش يكون هذاك النجاح بمثابة واحد السلاح لنا باش نربيو وليداتنا في نوع من الكرامة ونوع من القيمة. وبالتالي هو ما كيتخيلش على بنته في يوم من الأيام يمكن يكون عندها شي إشكال وتجي خالية الوفاض، لأن هذا هو من بين الآفات اللي كتعاني منها النساء في المغرب، وأنها كتضحي بالدراسة ديالتها وكتمشي تنخرطوا في الأسرة، ولكن ما ننساوش تاني عاود الكارير ديالنا. على الأقل المرأة تكون عندها واحد الجانب ديال التأهيل، وتكون هي مرأة فاعلة لأن هي نصف المجتمع، وبالتالي فعندها مسؤولية مزدوجة. علاش؟ لان هي كتنقل القيم والاخلاق والعلم للابناء ديالها، لانهم غادي يكونوا اعضاء اللي هما فاعلين في المجتمع، وفي نفس الوقت هي كتعطي حتى الكرامه للنفس ديالها. وبالتالي في المجتمع الا ما كانش شي امراه اللي حاسه بالكرامه وحاسه بانها حاضره، راه اكيد راه غتكون عنصر اللي هو ما يليقش المجتمع.
وبالتالي في هذا الإصرار ديالو على أن العلم. ولا زلت أتذكر على أنه لما كان كيخرج بعض المرات يمكن كيكون في شي اجتماع فكيجي في الليل، فالليل قاها فينا سهرة كتحفظ فكيجازيها كيعطيها شي هدية مالية. يعني إلا بغيتي تنقل العام تنقل القيم لهذا الجيل ديالك اللي انت كتدرسو، لان اولا خاصة تكون عندك واحد الكاريزما، تكون عندك قوة الشخصية واللين في نفس الوقت، وتعلمهم يحبوك ويحترموك بلا ما يخافوك، وهكذا غادي تصمتوا لك، لان الشخصية ديال الانسان هي شخصية مركبة وصعيبة، وخصك واحد الخيط وواحد الشعرة دقيقة باش تشدها، وبالتالي كتكون باللين وبالقوة. بالفعل كنت متزوجة وكانت التربية ديال الأولاد مع الدكتورة، كان عندي ثلاثة الوليدات وهاد منهم توأم، وهاد الوليدات هادو تزادوا في الوقت اللي أنا تسجلت في الدكتورة. وإمتى غادي نناقش؟ غادي نناقش الوقت اللي هما داروا ثلاث سنين باش يدخلوا. يعني هاد الحدث راه عنده أبعاد وعنده دلالات. كيفاش ثلاث سنين غادي نسالي أنا الوقت اللي هما غادي يدخلون الروض؟ وبالتالي إذا هاد ثلاث سنين راه كانوا معك في الدار، فكان الليل هو الوقت الوحيد اللي كنلقى فيه فاش نخدم. كنبدأ أنا تا كينعسوا الولاد مع ديك 11 الليل ولا 12، وما كنسالي حتى لديك 5 الصباح 6. وبالتالي كانت الفرحة ديالي هي أنني كل مرة في ما كنسالي واحد الجزء كنحس بواحد الانتصار. وبالتالي ولا لاحظتي معايا، أنا غادي نقول لك على أن راه تقريبا كنت أنا من الأوائل اللي ناقشوا الدكتورة ديالهم رغم هاد المعيقات. وكتعرفي التربية ديال الأولاد ماشي سهلة، ضروري كتلتجأ للأسرة، ماشي 100%، وخا الأسرة غتربي معك واحد ولكن ماشي جوج، توأم شوية صعيب. أنا بنت الدار البيضاء، كان المفروض على أنني نبقى نمشي للجامعات والمؤسسات اللي هي كاينة في الدار البيضاء، وإنما اختاريت نمشي لطنجة لأن كان تأخير في النتائج في المؤسسات الأخرى، وقلت عصفور في اليد ولا عشرة في الشجرة. وبالفعل كان هناك إصلاح، كانت بطالة بالفعل، وكان هناك إصلاح، وكانت هناك دخول كبير لمجموعة من الخريجين للتعليم العالي. لذلك كنوجه رسالة للطلبة اليوم حائزا للدكتورة أنه ما يقنطوش، راه غادي تجي بين فينا أو بأخرى كيجيو حلول. وبالتالي فغادي يكون أمل إن شاء الله. كما كنوصيهم بواحد المسألة أخرى اللي هي ما واعينش بها الطلبة، راه ماشي بالضرورة الواحد غادي يشتغل في الوظيفة العمومية، كاين مجالات أخرى ممكن يدير مكتب ديال الدراسات ديالو. كنعرف أنا طلبة شخصيا نجحوا في هذا المجال، هذا ممكن على أنه يعني يمشي القطاع الخاص. كنعرف أنا طلبة مدراء ديال الموارد البشرية، لأن الموارد البشرية كتعتمد على القانون ولا هذا، وبالتالي فنجحوا. وكاين اللي دار شركه ديالو، ما نقولش لك راه بداو غير بشويه، طبيعه الحال خاصهم ضروري يكون شويه الممارسه مع اشخاص اخرين، ومن بعد كتكون الاستقلاليه يعني قطره. دابا المشكله ديال الجيل ديالنا هو انه باغي كل شيء بزربه، باغي الاغتناء بسرعه، وباغي كل شيء حوزه، ودائما كيدخل في منطق المقارنات، مع العلم ان الواحد خصو يركز الانتباه ديالو على راسه هو، وحاول يتخلص من نظره الناس، يتخلص من المجتمع، يركز على أهداف، ويركز على الأوراش الكبرى اللي هي تنمية الذات وكيفاش يكون صالح. لأن إلا هو كان منظم وكان يعني ناجح في علاقاته مع أسرته بالدرجة الأولى، والديه وثم جيرانه ثم الأصدقاء ديالو، بلا ما يدخل في التفاصيل. يعني أنا كنقول للطلبة ديالي حاولوا ما تدخلوش في التفاصيل، لأن التفاصيل هي مربكة، والتفاصيل كتخليك تتوه وكتبقى تما وسط التفاصيل. إذا حاولوا تركزوا على الكليات الكبرى. وبالتالي فإذا هذه رسالتي للطلبة، كيفاش غادي تزاوجي ما بين الأسرة والتعليم؟ تقدري نقولوا الأسرة والوظيفة ما كاين مشكل، لأنها مدرة مربحة، ولكن التعليم شي حاجة كتبقى في نظر المجتمع المغربي بالنسبة للزوجة، هي مسألة ثانوية ماشي أساسية. هو في الحقيقة كان إصرار الوالد ديالي الله يرحمه، هو كتبها في العقد، قال على أن تتم دراستها حتى
حتى زعما تكمل. وبالتالي كانت مهمه جدا، ولكن كاينين الناس اللي تكتبات لهم في العقد، ولكن ما لان كاين الضغط المعنوي، كاين اكراه الادبي اللي كيخلي الكثير من النساء ما كتكونش عندهم واحد ما نقولوش القوه. حنايا نرى الرجال ولا النساء، الرجال شقائق والنساء، وانما خص الواحد يتشبت بالمبادئ ديالو ويكون عنده بعد نظر، ويكون واحد اللي عنده بعد نظر يوصل حتى للمجتمع، لان المرأة المتعلمة غادي تفيد الأسرة ديالها، غتفيد، غتكون هي السند، السند ديال الزوج، السند ديال الأطفال، السند ديال المجتمع، على تحاول تقنع. وبالتالي فتشبت ما تراجعش. وبعض المرات حنا المرأة كتقدر تراجع غير في الكلام الأول، خاصة تعرف أن راه في واحد الموقف اللي خاصة تزيد تشبت، وعلى يقين على أن الزوج في الآخر غادي يقتنع، لأن المرأة ديالو راها كدير شي حاجة اللي هي في الصالح ديال الأسرة والمجتمع. بالنسبة للتجربة ديالي بالفعل راه غتكون معوقة، ما نقولش لك، لأن كثير من بعض المرات كنسمع تقول لك وفي الحقيقة غير تقابلي ولادك هما الأولين. انا داكشي علاش كنت اكثريه كنت ندير البحث ديالي بالليل باش ما يبانش هذاك، ولا درجه انهم تفاجئوا ملي لقاوني راني ناقش الدكتوراه، وملي لقاوني انني دخلت التعليم العالي، فكيقول لك والله الا برافو لك. هي تجربة راه ماشي سهله، لان وليسمح لي الزملاء، لان في الاول كنت جيت باش نقدم كرئيسة الشعبة، كلشي كيتلفش كيقول لك كيفاش أستاذة العماري، والله يهديك أستاذة، وحنا دابا الأساتذة. واخا قلت لهم صافي، قلت لهم لا أنا بغيت نكون رئيسة الشعبة، لما لا، شنو الفرق بيني وبينكم، حنا كلشي. ولكن بيني وبينك أثروا عليا شي شوية، مشيت حتى النهار اللي غادي يكونوا انتخابات وحيت الترشيح ديالي، ملي قالوا لي فينك قلت لهم وانتم، قلتوا صافي. السنة الأخرى كانت جا شي حاجه، ويمكن رئيس الشعبه وقيله واش خدا التقاعد شي حاجه بحال هاد الشكل، وغادي تعاود انتخابات ديال الشعبه، وما يتصلوا بيا، اتصلوا بيا الاخوان الاساتذه مشكورين لهم كامل المحبه والتقدير من هذا المنبر، قالوا لي استاذه نريد محطه هادئه متوازنه، عرفتي بهذه الخصال، اذا فاهلا وسهلا بك رئيسه شعبتنا. وبالفعل جيت، وكان التصويت تقريبا كان فيه شي شويه المنافسه مع واحد الاستاذ الله يذكره بالخير، وتو تبارك الله كفاءه عاليه وحضور، ولكن الساده الاساتذه يعني كانت شي شويه مع فارق شي شويه ديال الاصوات. صافي، وديك الساعه دخلت للشعبه، وبالفعل كان الهم ديالي وانني نرجع المحبه ما بين الاساتذه. وبالفعل كنت كندير مبادرات شخصيه ورا الاستاذ الاساتذه يشهدوا، بعض المرات كندير شي بوست كافي ولا شي حاجه نعرضهم، بعض المرات كنحاول ندخل شي طرف اللي هو مثلا عنده شي مؤاخذات، كنحاول نوصل له دي ميساج ايجابيين باش ينسى وعاود يدخل. وهكذا كانت المحطه الحمد لله فيها اهتمام بالاساتذه الوافدين، فاي نشاط كنت كنحاول نكلف به الاساتذه اللي هما. هذه فرصه، لان كما تعلمين على ان الملف العلمي ديالنا حنا كيعتمد على ندوات، محاضرات، مشاركات، وبالتالي كنت كنعطيهم فرصه، وهذا هو اللي خلى ديك المحبه وداك الانخراط وداك يعني، فكيكون واحد التوازن. فملي كيف ما كيقولوا المغاربه ديالنا كتهز العصا من الوسط، ما كتنساش القدام، وتحاول تدخل الناس اللي عندهم المؤاخذات، وبالتالي كان الحمد لله الحمد لله. ولكن كيف ما قلت لك، راه التواصل والصبر من اهم المحطات العالقه في الدين ديالي، هي سماعي بخبر تعييني في كاستاذه التعليم العالي مساعده في كليه الحقوق بطنجه، وانا راجعه في القطار سالت احد يعني الناس اللي كيشتغلوا في المؤسسه، وقال لي بالفعل راه النتائج، راك نجحتي. وكانت فرحه عارمه ما تصوروش، كيف ما قلت لك راه الواحد كيكون كيحس براسو في اعلى قمه في الجبل. اول واحد سمع الخبر هو الوالده ديالي، لان بالفعل كانت الوالده وثم الوالد طبعا، لان كانت عندهم واحد الحرقه كبيره على انني بالفعل ندخل التعليم العالي، وان نحقق المنى ديالي والهدف اللي هو انك تكون استاذ التعليم العالي بعد مسيره طولها 7 سنوات.
لان الا بغيتي تقول اكثر من 7 سنوات كاع حتى 8 كاع، لان الاجازه زائد الدراسات العليا زائد الدكتوراه. بغيت نقول النساء المغربيات كذلك على انهم يكونوا عندهم ثقه في نفوسهم، وانهم يبحثوا على الدوات ديالهم، وبحثوا على مكامن القوه اللي هي في الداخل ديالهم، لان الله سبحانه وتعالى كيف ما اعطانا نقط ديال الضعف اللي على قلتها كتكون نقط ديال القوه كثيره، وبحثوا على الشخصيات ديالهم الداخل، وحتى حاجه ما صعيبه. وخير دليل على ان حتى انا في يوم من الايام كنت طالبه في المدرج، والان استاذه كيتخرجوا على يدي مجموعه ديال بحلم بسيط اللي تشبت به رغم المعيقات، رغم مجموعه ما نقولوش الاشكاليات، وانما تحديات اللي على الواحد منا انه يرفعها. كل وحده منا عندها تحديات، كاين اللي عندها تحدي اسري، كاين اللي عندها تحدي نفسي، نحاولوا نرفعوا التحديات هذه باش نوصلوا. ورا كلكم قويات، لان المراه المغربيه معروفه بالاصرار وبالصمود، وراه خير دليل انها شاركت في مجموعه من المحطات، راه كانت جنبا الى جنب في ايام الحمايه والاستقلال، لما حاز المغرب على الاستقلال المغرب النساء لعبنا دور كبير في هذه الفتره هذه. كذلك النساء الان قاضيات، وما غنشوفوش حتى ربات بيوت اللي هما ساهموا في التطوير ديال الانفس ديالهم. فقط خصت كل مرأة مستقلة، ما تبقاش تابعة. علاش؟ لأن الله سبحانه وتعالى أعطاها كل النقاط اللي تخليها مستقلة، كل عوامل ديال الاستقلالية. وتحية لكم من هذا المنبر، تبارك الله عليك. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.